والله ما أنصفوه، لا والله ما أنصفوه. ولئن خلى أبو طالب بين ابن أخيه وبينهم فليصغرن في عيني. أين المروءة والتذمم وحفظ الأرحام؟ أليست هذه عند العرب دينا؟ فكيف يسألون أبا طالب أن يسقطها فيسقط معها وتلحق به سبة الأبد؟ ولكنك كنت معه. نهيتهم فلم ينتهوا، وهم ذو الأسنان، وما كان لي أن أخالفهم وقد اجتمع رأيهم. إنما أنا أحدهم. حرنا فيك يا عمر، إذا ذكر محمد ودينه كنت من أشد الناس عليه، حتى نقول يكاد أن يطلبه ليبطش به. فإذا هم القوم بمنازلة بني هاشم لمنعهم محمدا عتبت عليهم وأخذك الغضب، فماذا تطلب؟ مكارم الأخلاق يا عياش، ومطالب المروءة، وما أعيب رأي القوم إلا للسبب الذي حملني على عداء محمد. يقولون عاب محمد ديننا وسفه أحلامنا وفرق جمعنا، وقد صدقوا، فحق أن نعاديه. ثم يراودون أبا طالب على أن يخلي بينهم وبين ابن أخيه، وقد علموا أن هذا يخالف سنة العرب وإرث الآباء وتكاليف المروءة التي ما زالوا يتغنون بها في شعرهم ومآثرهم. فلا هم أخذوا من محمد، ولا هم أقاموا على سنن آبائهم ومألوف عاداتهم. وخاب من ظن أنه لا يكسب الحرب إلا بخسارة أخلاقه.